يمكن مشاهدينا يمكن في فقرة عمر البنوبي مع زميل العزيزة هاني الرمزي كنا بنتكلم عن السياحة الرياضية. مفيش شك ان النهاردة السياحة الرياضية اصبحت جزء كبير جدا من السياحة المصرية بشكل عام. والنهاردة يمكن عايزة افكر حضراتكم بشيء مهم جدا. النهاردة يمكن فعاليات النهاردة مصر بتنظم اول فعالية من فعاليات القفز من فوق سفح الاهرامات، وده شيء زي ما بنقول بيحصل لاول مرة، وبيشارك فيه 15 من أبطال العالم من كل دول العالم النهاردة بيشاركوا في مصر من الأهرامات في هذه الرياضة من 8 دول. فالنهاردة الفعاليات دي ضمت قفزتين صباحية، واحدة صباحية وواحدة مسائية بتشكيلات مختلفة. النهاردة ده اليوم الأول من 6 أيام، إن شاء الله الفعاليات دي مستمرة أسبوع على مدار الأسبوع اللي جاي كله، بتقام في أماكن مشهورة جدا. بدأت بالأهرامات، هتروح العاصمة الإدارية، هتروح النيل. فطبعا دي كلها بتدخل طبعا في إطار جهود الدولة المصرية النهاردة إنها بتشجع السياحة. وطبعا من يعني وجزء كبير جدا من السياحة دي خاص بالسياحة الرياضية في مصر. خلونا نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية عن السكاي دايف فارس، ونرجع نكمل في البيت الكبير. The climate is perfect. Temperature is perfect. I like the sunshine. It's not hot, not cold. With these amazing jumps, we are like celebrating something very unique. We are here to show how beautiful are the pyramids. The people are super friendly. I like that. Camera flying is what we do. We take the camera to the sky. Without hesitation, I would recommend coming skydiving here. You see, you have one of the 7 wonders in the world here, so it's a big, big plus.